شوف، هو كان لا يخاف، وعلاقته بربنا خلته وهو بيتعامل مع المسؤولين بيهابوه. يعني هقول لك آية مهمة وأقول لك طبعا. اتفضل. واحدة عن يوحنا المعمدان يقول لك: وكان هيرودس يهاب يوحنا عالما أنه رجل بر وقديس. الله. بك هو بيهابه ليه؟ إنه عارف إنه قديس. رغم يوحنا ده ولا معاه سيف ولا سلطة ولا يعني. بس دي رجعتنا للقداسة لأن يفتك بدأت بيها كلامك. ده اللي كان يعني هما كانوا بيعملوه من هذا المنطلق. يعني أنا فاكر زمان في نهاية التسعينات، يعني من 25 سنة تقريبا، لما ابتديت يعني أنا مسكت دير أنبشنودة سنة 95 من 30 سنة تقريبا. فكان مفتش أمن الدولة اللي كان في سوهاج بقي في أسيوط هنا، فكنت دايما أجي أزوره وأنا مروح، وأنا كنت بسافر بالليل باستمرار. في يوم كلمني قال لي: أما مخيل ده غيركم أنتوا، غيركم، وبنفس اللفظ. فقلت له: طبعا يا سيدي، فيعني احنا هنروح فين؟ قال: انا بتكلم بجد، ده غيركم. ليه علاقه بربنا كده؟ انا حسيت ان هو بيهابه. بيهابه زي لما بقول لك عبد المحسن صالح. قال الراجل ده ليه علاقه بربنا. شوفي، دي بتستشعر اللي قدامك بيشعر بيه مهابة. هل صحيح سيدنا يعني نيافة لما مخيل هو كان ليه رؤية في كل حاجة، هل صحيح ان مرة محافظ اتأخر عليه يعني ما قابلوش؟ طبعا. ده اكتر من مرة. بس في مرة هنا في الدير ومشهورة جدا يعني. ايوه. هو اتأخر 10 دقايق. ففضل الناس اللي قاعدين جنبيه: معلش يا سيدنا، معلش يا سيدنا. وصلت ربع ساعة راح قايم. يعني لما جه، ما طبعا المحافظ اتضايق جدا، وازاي وازاي وبتاع، ويعني كانت ليها تداعيات. في اخر الايام ما عندكش فكره كان يجله ازاي. بعد الموقف ده، بعد الموقف ده في اخر الايام بقى. أيوة. في مواقف كتيره. بس ده يعني حرص الأنبا مخيل على كل حاجة بالثانية، مش بس بالدقيقة يعني. شوفي، لا، في دي مش حكاية وقت، بس حكاية كرامة. لا، أنا أنت مديني ميعاد، تيجي في ميعاد تلتزم تحترم. أنت ما زغبتش ميعادي يبقى أنت مش بتحترمني. على الصعيد الآخر بقى، في معاملاته مع أولاده قمة الاتضاع، قمة الاتضاع. ازاي سيدنا الهيبة الكبيرة اللي نيافتك بتتكلم عليها دي يكون يقابلها برضو اتضاع وبساطة؟ لا، مش اتضاع، قمة الاتضاع. قمة الاتضاع، فرق كبير قوي. أيوة. بين كلمة اتضاع وقمة الاتضاع والبساطة. ما انا بقول لك ده جهاد السنين اللي وصل الى الإماتة. الإماتة ده يعني ولا حاجة، بس كرامة الكنيسة وكرامة المنصب. وبرضه هو هنا زي ما بقول لك، اصله اسيوط برضه يعني السادات زمان. لما قال لسيدنا البابا شنوده، اسف مش قادر اقولها بس هقولها، لما قال شنوده عايز يعمل جمهوريه في اسيوط، لانه مدينه اسيوط لغايه النهارده 50% مسيحيين، 50% مسلمين وشداد. هو عارف انه يمثل عصب. طبعا. أيوه. يعني وراه ناسه. أيوه. وطبعا كان سيدنا بس يبص بعينيه بس. مش يقول، يبص بعينيه بس. ففي فرق بين يعني كرامة المنصب والوضع وقمة الاتضاع.